اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مش بس دايت مع نوره. النهارده هكلمكم عن حاجه مهمه جدا 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 معظم الناس مش فاهمها. في مقوله بتقول No one diet fits all. يعني ايه؟ يعني مفيش دايت واحد بيجي على مقاس الناس كلها. يعني ما ينفعش 10 بني ادمين يبقوا ماشيين على نفس الدايت او على نفس نوع الدايت. طيب ليه؟ خليني اقول لكم ان كل جسم ليه احتياجات معينه، ليه لايف ستايل معينه، ليه حاجات كتير قوي لازم نبص عليها قبل ما نقدر ندي نظام غذائي. الفتره اللي فاتت موضوع التغذيه والنيوتريشن والدايت والحاجات دي انتشر جامد جدا، وطول عمرنا عارفين ان الدايت كمان ليه ترندز. يعني بيبقى فيه سيليبريتي معين فبيقول على الدايت بتاعه فبيبقى دايت لحد مشهور، او في كتاب اتعمل بنوعيه دايت معينه فاخدت شهره جامده جدا عالميا والناس ابتدت تتبعها. طب نعمل ايه؟ اول حاجه الفتره اللي فاتت اشتهر قوي نظام الكيتو، الانترميتنت فاستنج، الباليو دايت، انواع كتير قوي 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 من الدايتس. طب الناس تعمل ايه ويمشوا على ايه؟ اول حاجه زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان مفيش دايت واحد بيمشي مع الناس كلها. كل واحد جسمه مختلف، طبيعه حياته مختلفه، الاكسرسايز ليفل بتاعه مختلف، فما ينفعش مع نفسي كده اختار نوع الدايت وامشي عليه وانا مش عارف جسمي هيرياكت لنوعيه الدايت ده ازاي. سبيشلي ان في انواع من الدايت لو ما اتعملتش صح هي خطر جدا جدا جدا، وفي بعض الاحيان ممكن تموت. خلينا نروح لجزئيه ازاي نختار نوعيه الدايت بتاعنا. كل واحد لازم يبقى عارف نوع جسمه، طبيعة جسمه، وبنوع جسمه دي يعني البادي تايب بتاعي هو اكتومورف ولا ميزومورف ولا اندومورف، لان في انواع جسم مختلفة ليها احتياجات مختلفة وطريقة تمرين مختلفة. تاني حاجة اللايف ستايل بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ هل انا حد قاعد في البيت طول الوقت او حد بيستهلك مجهود عضلي وفيزيكال انرجي طول الوقت؟ حاجة تانية بنبص عليها النيوتريشنال ستاتس بتاعت البني ادم ده، هل هو حد صحي ولا غير صحي، نسبه الفيتامينز والمعادن وكل حاجه في جسمه. بتبص على التحاليل كلها، هل تحاليله مظبوطه ولا لا، كوليستروله عالي ولا لا، عنده دهون على الكبد ولا لا، في سكر، في ضغط، في اي حاجه، في مرض مناعي. ما ينفعش حد ياخد دايت جاره او جارته او اخوه او اخته ويمشي عليه، بالذات لو كان عنده مشكله أو حالة مرضية. فكل واحد على حسب نوعية جسمه زي ما قلت، طريقة نومه، بيصحى الساعة كام وبينام الساعة كام، الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته، بيتحرك قد إيه في اليوم. كل واحد ليه معدل سعرات حرارية مختلف ومعدل ماكرو نيوترينز. الماكرو نيوترينز دي هي البروتينات، الدهون والكربوهيدرات، بنحتاجها بكميات معينة. أنا غير أخويا، غير أختي، غير صاحبتي، غير أمي، غير خالتي، كل واحد ليه أرقام معينة بنشتغل بيها وحاجات كتير قوي بنبص عليها عشان في الآخر نقدر نطلع نظام صحي أو نظام غذائي كامل متكامل فيه كل حاجة الجسم محتاجها عشان ما يحصل لناش دروب في أي حاجة. طبعا لو حد عنده اي مرض او مشاكل صحيه الكلام ده كله لازم يتبص عليه كويس جدا قبل ما نبدا نظام الدايت، لان كل بني ادم زي ما قلت ليه نظام دايت خاص مختص بيه هو لوحده. زي ما كميه المياه بتفرق من بني ادم لبني ادم، حد وزنه 100 كيلو ومحتاج سعرات حراريه اكتر وماكرو نيوترينتس اكتر بكتير قوي من حد وزنه 50 او 60 كيلو. فدي حاجات كتير قوي بنبص عليها. كمان في حاجه عايزه اقولها، طبيعه الشغل زي ما قلت في الاول، هل طبيعه شغلك بتخليك ستريس طول الوقت وعندك تنشن فبتخليك تاكل؟ هل الاربع الأغذية الأساسيين، ودي هتكلم عنها في حلقة بعد كده، هل الأربع أغذية الأساسيين بتوعي مظبوطين زي الشغل، الحركة، الروحانيات والعلاقات بتاعتي؟ لما بيكون عندي أي حاجة مش مستقرة في الأربعة اللي أنا قلتهم دول بيحصل خلل في نظام الصحي بتاعي أو نظام الغذائي بتاعي. استنوني في حلقات جاية كتير مع مش بس دايت مع نورة، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب على HC. We'll be right back.